السلام عليكم. قصص النبيين. بسم الله، يلا نبدأ. أول قصة، بسم الله الرحمن الرحيم. من كسر الأصنام؟ قبل أيام كثيرة كثيرة جدا، كان في قرية رجلا مشهورا جدا، وكان اسم هذا الرجل آزر. وكان آزر يبيع الأصنام. وكان في هذه القرى بيت كبير جدا، وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام. وكان آزر يسجد لهذه الأصنام. وكان آزر يبيع هذه الأصنام. وكان آزر له ولد رشيد جدا، وكان اسم هذا الولد إبراهيم. وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام، ويرى الناس يعبدون الأصنام. وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة، وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وكان يعرف أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تنفع تدفع. وكان يعرف يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع. وكان إبراهيم يقول في نفسه، لماذا يسجد الناس للأصنام؟ وكان إبراهيم يسأل نفسه، لماذا يسأل الناس الأصنام؟ وكان إبراهيم يقول لوالده، يا أبتي، لماذا تعبد هذه الأصنام؟ ويا أبتي، لماذا تسجد لهذه الأصنام؟ ويا أبتي، لماذا تسأل هذه الأصنام؟ إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، وإنها هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، إن هذه الأصنام يا أبتي لا تأكل ولا تشرب. وكان آزر يغضب ولا يفهم. وكان إبراهيم ينصح لقومه، وكان الناس يغضبون ولا يفهمون. قال إبراهيم، أنا سأكسر الأصنام. إذ ذهب الناس وحين يفهم الناس. وجاء يوم العيد، ففزع الناس وخرج الناس للعيد، وخرج الوالد إبراهيم وقال لإبراهيم، ألا تخرج معنا؟ قال إبراهيم، إني سقيم. ذهب الناس وبقى إبراهيم في البيت. وجاء إبراهيم إلى الأصنام، قال الأصنام
ألا تتكلمون؟ ألا تسمعون؟ هذا طعام وشراب. ألا تأكلون؟ ألا تشربون؟ وسكت الأصنام لأنهم حجارة ولا تنطقون. قال إبراهيم: ما لكم لا تنطقون؟ وسكت الأصنام. ما نطقت حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس، وضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنام، وترك إبراهيم وترك إبراهيم الصنم الكبير وعلق الفأس على عنقه، وجاء الناس ودخلوا في بيت الأصنام، ورأى الناس أن يسجدون ورد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم العيد، وكان تعجب الناس وشاهدوا وتأسف الناس وغضبوا، قالوا: ما فعل هذا بآلهتنا؟ قال: سمعنا في فتى يذكر يقال له إبراهيم، بل فعله كبيركم. قال: هل فعلت أنت؟ قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبيركم هذا، فاسألوه إن كانوا ينطقون. وكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة، وكان يعرف الناس الأصنام لا تنطق، ولا يعرف أن الأصنام الكبيرة أيضا حجارة، وأن الأصنام الكبيرة لا تقدر أن تمشي، ولا أن تمشي. فقال إبراهيم: أنت تعلم أن الأصنام لا تنظر، لا تنظر. قال إبراهيم: فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تنطق لا تنظر؟ وأن كيف تسألون الأصنام وإنها لا تنظر لا تنظر وأن تفهمون ألا تفهمون ألا تفهمون شيئا أفلا تعقلون؟ وسكت الناس القسم السادس. اجتمع الناس وقالوا: ماذا نفعل
إن إبراهيم كسر الأصنام وأهنها لا حرقه وأصنام آلهته، وهكذا كان عقوب. ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأراد الناس أن ورأى الناس أن النار لا تضر إبراهيم، ورأى الناس أن إبراهيم مسرور، وأن إبراهيم سليم، وشهى الناس لا تضر من ربي. ذات ليلة رأى إبراهيم الكواكب فقال: هذا ربي. ولما غاب الكوكب قال إبراهيم: هذا ليس ربي. ورأى إبراهيم القمر فقال: هذا ربي. ولما غاب قال: هذا ليس ربي. قال إبراهيم: هذا ليس ربي، ليس ربي، هذا ليس ربي. وطلعت الشمس فقال إبراهيم: هذا ربي هذا أكبر. ولما غابت الشمس قال في الليل قال إبراهيم: هذا ليس ربي، إن ربي حي لا يموت، إن ربي باق لا يغيب، إن ربي قوي لا يغلب، إن والكواكب لا تعطف ولا تنفع، والقمر ضعيف لا تغلبه الشمس، والشمس ضعيفة يغلبها الليل، والليل يغلبه ولا ناصرين الكواكب لأنها ضعيفة. الكواكب لأنها ضعيفة ولا ناصرين القمر لأنها ضعيف، ولا ناصرين للشمس لأنها ضعيفة، ولا ناصرين لله لأن الله حي لا يموت وباق لا يغيب، وقال لا يغيب. القسم الثامن، القسم الثامن، chapter الثامن. ربي الله. عرف إبراهيم أن الله ربه، وأن الله باق لا يغيب، وأن الله قوي لا يغلب، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله رب الشمس، وأن الله رب العالمين، وهدى الله إبراهيم وجعله نبيا خالدا. وأما الله قال إبراهيم: إن يدعون قوم ودع قومهم ويمنعهم من العبادة الأصنام. السلام عليكم.